تخيل لما يبقى شيف بقاله 25 سنة شغال في المجال، 15 سنة منهم في الفور سيزون، و10 سنين اكزيكتيف شيف او شيف عمومي في فنادق تانية كبيرة قوي. هو معاه كمية شهادات بسم الله ما شاء الله الله اكبر كتير جدا. يا ترى بقى لما يجي يفتح المشروع بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ ده الشيف وليد، او زي ما حبايبه بينادوه لو. وبالمناسبة ده اسم المشروع اصلا اللي هو فتحه. هو موجود في ريفر ووك في التجمع الخامس، تحديدا في ظهر المول. والشيف وليد قرر لما يجي يفتح المشروع بتاعه اللي ممكن ناس كتير منكم يشوفوه ان هو عربية برجر عادي، يعني ان هو يقدم حاجة مختلفة. اولا هي المنيو بتاعته بسيطة وما فيهاش لعبكة وحاجات كتير. هو بيقدم برجر وهوت دوج وفرايد تشيكن، بس مش برجر عادي بقى ومحشي جبنة والحركات دي، لا، برجر انجس. واللي منكم بيفهم في الاكل هيعرف يعني ايه برجر انجس. وحتى في الهوت دوج برضو هو ما بيسترخصش، لا، هو باين عليه ان هو نظيف. الصوصات هو اللي بيعملها في البيت، والعيش يا جماعه عيش بريوش، وعايز اقول لكم ان اصلا هو لوحده شكله يجبع. الشيف وليد برضو معاه جندي مجهول كده بيساعده في كل حاجه في المطبخ، بس عشان ما تزهقوش هحكي لكم عليه في اخر الفيديو. احنا طلبنا حاجه من كل حاجه عشان ما نبقاش ظلمنا المكان، ونقول لكم بالظبط تطلبوا ايه من هناك. اول حاجه بدات بيها هي البرجر الكلاسيك عشان اقدر استطعم البرجرايه نفسها. وعايز اقول لكم ان مع اول قطمه كده والعصارات ابتدت تنزل من البرجر، وانا صراحه كنت مبسوط، بس انا سيب الرياكشن بتاعي هو اللي يتكلم عن التجربه. يعني كل دي جوسز اصلا من البرجر نفسه، يعني هو البرجر نفسها طعمها حلو قوي. العيش اللي فوق ده، العيش البريوش اللي هم مستخدمينه ده، خطير. لا هو برجر خطير. هو بينزل شويه بطاطس صغيرين كده مع البرجر وخيار مخلل وسي سولت. هم حاطين تاتش ريحان كده برضو مع السي سولت، فلما بتيجي تحطه على حاجه بيحلي طعمها الصراحه. بعد كده بقى دخلت في ساندوتش الهوت دوج، واحب احييهم تاني على العيش البريوش اللي هم مستخدمينه، عشان الصراحه الكواليتي بتاعته كانت نظيفه جدا. الهوت دوج برضو اللي هم كانوا مستخدمينه كان نظيف، بس اكتر حاجه كانت محليه الساندوتش ده هي العيش والصوصات، الصراحه كانوا حلوين جدا. جربت برضو من هناك ساندوتش هوت دوج بالماك اند تشيز، دوت الماك اند تشيز لوحدها في الاول كانت خطيره. محتاجين يعملوا طبق ماك اند تشيز لوحده، فعلا كان طعمها حلو قوي. كانت كريم الجبن اللي هو مستخدمينها كانت نظيفه، فكانت عجباني جدا. بس الماك اند تشيز بقى مع الهوت دوج نفسه انا كنت حاسس ان هو سارق شويه من طعم الهوت دوج، فهم بس محتاجين يظبطوا كميه ده مع ده عشان خاطر طعم الاثنين يبقوا باينين، وساعتها يبقى فعلا طعمه حلو جدا. وجربت برضو المشروم برجر من هنا، هو نفس البرجر بالظبط بالعيش بكل حاجه، بس عليه مشروم كده بقى من فوق. المشروم كان فريش الصراحه، طعمه كان حلو جدا، كان محطوط عليه صوص كده كان عاجبني. بس لو عندي تعليق على الساندوتش ده، ان هم بس كانوا محتاجين يزودوا المشروم شويه صغيره. المشروم برضه خطير. جربت برضه من هناك كاساديه فراخ، هي بينزل معاها ناتشز كده عليها لحمه مفرومه وجبنه من فوق، بصراحه كانت حلوه جدا. بس الكاساديه نفسها كنت حاسس انها محتاجه تبقى متحمصه عن كده شويه، وبرضه لو كان فيها موتزاريلا صراحه كنت افضلها اكتر. لا دي عاديه الصراحه. من الحاجات اللي جربتها برضه تاكوز الفرايد تشيكن، وهو عامه كمكونات كان حلو. والله حلو ده، يعني هو التاكوز نفسها كده متحمصه من بره، والفراخ نفسها طعمها حلو، معمل لها ديبنج كده في صوص صراحه برضه لذيذ، صوص بافلو تقريبا. دخلت بعد كده بقى على ساندوتش الفرايد تشيكن، هو برضه بيكون في عيش بريوش جواه 4 قطع ستريبس وعليهم كده صوص شيدر. بسم الله. بصوا هو الساندوتش حلو جدا، الجبنه كده مع العيش والفراخ والحاجات دي كده كلها، لا عجبني. بس عندي تعليق بسيط كده على الفرايد تشيكن بوجه عام، ان هم بس محتاجين يتقلوا التتبيله بتاعتها شويه. هو الفراخ طعمه حلو، بس اللي مميز قوي ممكن اجيله تاني هو البرجر الصراحه، خطير. لا والله كان فعلا خطير. وعامة الجندي المجهول اللي كنت بقول لكم عليه في اول فيديو بس للاسف ما رضيش يظهر فيه، هي زوجة الشيف وليد. الصراحة اقل حاجة تتقال عليها ست بمية راجل. الست حرفيا بتساعده في كل حاجة، شغالة معاه كاشير، بتعمل معاه الباكجينج بتاع الحاجات، بتحضر معاه السندوتشات، بتساعده حرفيا في كل حاجة، حرفيا هي ظهر الراجل ده. واكيد ان شاء الله اي حد منكم هيروح هيشوفها هناك وهيشوف فعلا قد ايه هي بتساعده. وفي الاخر بقى وملخصا للفيديو ده، تاكل ايه من لوز تراك؟ انا بالنسبه لي البرجر الصراحه هناك خطير. لا هو البرجر فعلا كان طعمه حلو قوي، بالذات كمان البرجر اللي بالمشروم. ولو انت عايز تجرب هوت دوج مختلف شويه والصوصات بتاعته حلوه، ممكن برضه تروح تجيب من هناك. ما تنسوش بقى تقولوا لي لو جربت لوز قبل كده ولا لا، وتقولوا لي اجرب ايه تاني في الفيديوهات الجايه. شكرا جدا ليكم لو انت لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم ابازه من قناه لايف ابازه. سلام.